بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اليوم لجنة الشباب والرياضة اليوم الاثنين بتاريخ 25/9/2017، وطبعا كان اجتماع اليوم للمناقشة التقرير التطوير الرياضي والخصصة والاحتراف لمناقشة هذا المقترح. وطبعا هذا المقترح كان واصل لجنة بتاريخ 25/4/2017. اليوم طبعا الاخوان في اللجنة كان اثنين من الاعضاء الزملاء احمد الفضل والدكتور خليل ابول اقترحوا ان يتم التصويت اليوم، لانه هذا المقترح واصل لجنة بتاريخ 25/4 والكل قاري، لكن زميلنا عبد الوهاب بابطيم قال لا احنا بنأجل عشان نقرا كذلك مزيد. يقول أنا ما قريته رغم أن هذا المقترح موزع واصل لجنة بتاريخ 25/4، يعني الصورة كانت واضحة عندنا كلنا بالكامل. ومع ذلك فأنا فضلت كذلك أن أرضي كل الأطراف. اثنين من الزملاء كانوا يفضلون التصويت اليوم، قالوا المقترح واضح، وطبعا وكان البابطين يفضل التأجيل، فعشان أرضي كل الأطراف نعطيهم مجال، فحددت يوم الخميس الساعة 1 الظهر للتصويت على التقرير. بعد ما خلصنا طبعا البابطين يقول انا مسافر رايح وفد صداقه، فاحنا بالنسبه لنا احنا نعالج مشكله رياضه، نحل رياضه، كونك رايح صداقه هذا الخيار لك، بتحل الرياضه تعال معنا صوت معنا. رايح لتوانيا وهولندا الافضل نشوف موضوع الرياضه ولا نشوف شو تسوي في لتوانيا وهولندا؟ انت عارفين وفود صداقه، فانت عندك قضيه مهمه جدا اذا كنت حارس على القضيه. وعلى فكره كلام الوابطين في اللجنة اليوم مسجل، الكلام قال أنا موافق على التقرير وهذا مسجل. ما دامك موافق على التقرير ليش تعترض لما تطلع برا؟ أنا أسمع الآن يقول والله انسحبته، وما انسحب، اللجنة رفعت طبيعي، ما أحد من الزملاء تم الانسحاب، رفعت طبيعي وحددنا موعد يوم الخميس للتصويت على التقرير. أتفاجأ حين صرح إن انسحبت من اللجنة، لا ما انسحب من اللجنة. وكذلك تكلم إنه أحد الأعضاء قال أنا عندي شغل صوته، مو صحيح، كل شيء مسجل عندنا. انما هو بالنسبه له كونه يقول انا بسافر لجنه، انا بالنسبه لي اشوف النصاب اللي عندي حاليا انا بامكاني اصوت اليوم، لان كلنا عارفين قارين التغيير خاصين، يعني التغيير مش جديد، يعني الاقتراح من 25/4 ترى، ومع ذلك درسناه في اللجنه ووزع الزملاء الاعضاء. لكن انا برضه عشان ارضي كل الاطراف اجلت الاجتماع التصويت الى يوم الخميس. اذا انت حارس على الرياضه اقعد وصوت معنا، اذا بتروح لتوانيا وهولندا هذه بالنسبه مشكلتك مو مشكلتنا، فلا يقطون الرياضة يحملها على الزملاء. وبعدين أنت كلامه متناقض، يعني في اللجنة ومسجل قال أنا موافق على المقترح المقدم بخصوص التطوير الرياضي وخاصة والاحتراف، هذا التقرير أنا موافق عليه بس نبي نأجل. طيب ما دامك أنت موافق، مع ذلك أنا بالنسبة لي قلت خلينا أرضي كل الأطراف. اثنين من الزملاء كان بودهم التصويت اليوم وكلامهم هم مقنع، لأنه خلصنا يعني من 25/4 لمتى وإحنا قاعد نأجل؟ مع ذلك هم نعطي فرصة، لا نقول الموضوع لا، هم أجلنا إلى يوم الخميس. إذا بيحضر معانا حياه الله، ما عندنا مانع. إذا ما بيحضر بالنسبة لنا إحنا إذا في نصاب الخميس عندنا راح نصوت، فإحنا ما راح نأجل الموضوع حاليا على أنه والله واحد مسافر رايح لتوانيا ولا هولندا. كل أنت شوف الآن هل القضية الرياضية تهمك ولا سافرت لتوانيا هولندا؟ شو الأفضل؟ هو يقيم، العاقل يقيم، لا والله بحل الرياضة. لتوانيا هولندا شو مستفيد منها كلجنة أو كموضوع الرياضة؟ يعني ما أنت منزوم تسافر. أحد الزملاء جزاه الله خير أحمد الفضل كان مسافر عنده لجنة صداقة، ومع ذلك ألغاها وفضل الحضور. حين سألناه كنا يا أبو نبيل أنت ما رحت مع الأخوان الوفد؟ قال معود أروح وخلي اللجنة، شو الأفضل؟ أتابع الرياضة ولا سافر وفد صداقة؟ شو الفائدة؟ كنا والله كلامك مقنع صحيح، وألغى الوفد جزاه الله خير ومشكور، يشكر أحمد الفضل صراحة، ألغى وفد الصداقة. قال ما منه فائدة، يقول أنا رحت وفد الصداقة شو الفائدة؟ شو المرجع بالنسبة لنا؟ وأنا عندي لجنة وملتزم، وعندك وقت محدد لازم التقرير خلص، عندنا قوانين ثانية. لكن إذا كان عنده مشكلة على موضوع الاقتراح القانون، لكن اللي صار البابطين وهذا مسجل قال أنا موافق على التقرير وهذا مسجل الجميع، ورفعنا الجلسة ما كان فيه انسحاب. لكن تفاجأ يعني كلامه في اللجنة غير وبرا غير. الآن سمعت يقول والله أنا انسحبت من اللجنة، لا مو صحيح، ما انسحب، لم يتم انسحاب، تنسحب مستقبلا كيفك، انما لا رفعت اللجنه ما كان في اي انسحاب. فاحنا اجلنا الاجتماع الى الخميس القادم،
الاجتماع طبعا الجميع، طبعا راح نوجه الدعوه لجميع الزملاء اللي بيحضر اللجنه وحارس ان يحضر في التصويت يوم الخميس، اللي مو حاضر عارف احنا نقدر كذلك انشغاله، لكن انشغاله يكون معقول، ترى رايح وفد صداقه ما انت رايح شيء مهم جدا. لذلك اجتماع اللجنه راح يكون ان شاء الله باذن الله الخميس القادم الساعه 1 للتصويت على الاقتراح بقانون في شان التطوير الرياضي والخصخصه والاعتراف. شكرا، يعطيكم العافيه.